السي عبد الغني رئيس جمعية التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، بدون مقدمات بغيتك تقول لي كيفاش كتعاملوا مع هاد الوليدات والأولياء ديالهم؟ أنا بعدا عندي جوج وليدات فوضيت عاقة، كما تنتعامل مع الوليدات ديالي تنتعامل مع دوك الوليدات، ما عندناش فرق ما بين وليداتنا وهاد الوليدات اللي تيقراو عندنا واللي تيديروا الترويض عندنا. غير الجمعية ميمكنش ليها تلبي جميع الطلبات. الجمعية راه جمعية يعني تتمشي على قد المستطاع. مثلا هذا الفيديو اللي اشاروا ليه دوك النساء، هما الله يحسن العون، ما هضرتش لي على الفيديو، هضرت لك على التعامل ديال الوليدات. هضر لي بعدا كيفاش كتعاملوا مع الوليدات؟ تتعاملوا اللي كتوفروا ليهم شنو عندنا؟ عندنا الوليدات في ولايه عاقه، عندنا الصم والبكم، الوليدات يقراو وتتعلموا الحلاقة وتتعلموا الخياطة. عندنا الإعاقة الدينية، الوليدات تتعلموا الرسم والخياطة. عندنا الوليدات ديال التوحد، أغلبية الوليدات ديال التوحد تنديرو لهم ترويض النطق، ترويض الحس الحركي، زائد ترويض العظام. عندنا الوليدات ديال الإعاقة الجسدية كذلك، هو مثال ترويض العظام، ترويض الحس الحركي، ترويض النطق، الطب النفسي. غير كاين بعض الإكراهات، الجمعية ما يمكنش ليها تلبي جميع الطلبات. ما بين المشاكل اللي تنطيحوا فيها دابا، هو احنا دوك الآباء والأمهات مثلا تنقدروا مثلا تمشيو عند واحد المحسن تعطينا باش نشريو مثلا ديك الإعانة الرمضانية، تعطينا باش نجيبو ليكوش، تعطينا باش نجيبو الدواء دي باكين. هاد العام هادوك أرباب معامل كلهم عندهم لاكريس، خاصة هنا في سناتا، عين هرودة سناتا. أغلبية الشركات اللي تتعاملوا مع الجمعية كلهم داروا لهم زنة الإفراغ، كلهم. الآباء الله يحسن العون، أحسن العون، إنسان ولفتي شي حاجة خاصك قطعت عليه. هاد العام ما وفرناش ليهم ليكوش والدواء، داروا فيديو حقهم الله يحسن العون. ولكن الجمعية راه ماشي هي الوصية لهاد الوليدات في وضعيتها، راه كاينة الوزارة التنمية الاجتماعية هي الوصية لهاد الوليدات هادو. وزارة التنمية الاجتماعية هي اللي خاصها تدير في دفتر الحمولات، دير الدواء ودير ليكوش ودير وتدخل مثلا المساعدات ديال الناقل، تدخل سميتو الحارس ديال المراكز، دخل تم الاوراق ما تلقاوش منين ناخذهم الاوراق باش 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 نجيروا المركز ولا المدرسه، ما كاينش شي بيجي ولا شي قطاع تيساهم في هاد الحاجيات. المنظفه عندنا مشكل ديال المنظفه، ماشي حتى مشكل ديال هاد الناس هادو مثلا اللي ديانهم اللي كوش، كاين مشاكل اخرى. المنظفه تنقلبوا منين نخلصوها، الاوراق تنقلبوا منين نجيبوهم، سميتو العساس تنقلبوا منين نخلصوه، الضوء والماء تنقلبوا منين نخلصوه. هاد المسائل كلها خاص الوزاره، هي الوزاره الوصيه هي اللي تدير ان بيجي لهاد الجمعيات اللي تيشتغلوا في مجال الاعاقه. شكرا هبه بريس في اللقاء الحالي والذي يخص حول الفيديو المتداول من طرف بعض المواقع الاجتماعيه بخصوص جمعيه التواصل لذوي الخاصه. ما يمكن ان اقول بخصوص الفيديو، في الحقيقه الامهات ما قيل وما سيقال بخصوص معاناتهم مع اطفالهم هي في الحقيقه جزء لا يتجزا من معاناه العديد من الامهات والاباء الذين لديهم اشخاص ذوي اعاقه. طبعا لا ننكر المعاناة، لأن كل شخص في ذوي إعاقة إلا ولديه خصائص وحاجات معينة. هناك من في حاجة إلى الطبيب، هناك من حاجة الأدوية، هناك الحفاضات، هناك حتى الأشياء البسيطة التي قد نتكلم عليها، الحليب إلى غير ذلك. هي معاناة حقيقية ومعاناة لا يمكن أن تستجيب لها مؤسسة دون أخرى. يجب أن تتكاتف الأدوار حتى نستجيب لكل الحاجيات. طبعا جمعية التواصل لذوي الخاصة كانت تقوم بمقاربة أو تعمل وفق مقاربة إحسانية، وكنت بصفتي مديرا
أنبه لأن هذه المقاربة هي مقاربة خاطئة، يجب أن نسلك المقاربة الحقوقية من أجل إيجاد حلول واقعية ودائمة لهذه الفئة. طبعا إذا ما رأينا الفيديو، الإشكالية الكبرى هناك الحفاضات وهناك الأدوية. في الحقيقة ليست هذه هي المشكلة، لأن هناك محسنين ربما يأتون من خارج النطاق العين حنرودي وقد يساهمون بالحفاضات والأدوية. الإشكالية هي كيف يمكن أن نقوم بإدماج صحيح لهذه الفئة. اليوم لدينا أمهات ولدينا آباء، إذا ما غاب الآباء والأمهات من سيتكلم بهؤلاء الأطفال؟ سؤال كان من الأولى أن يطرح هذا السؤال عندما نتناول قضية الإعاقة بمفهومها الشامل، أي الدمج، ثم أن نخلق دخل قار لهذه الفئة من أجل الكرامة، الكرامة الإنسانية قبل كل شيء. طبعا لا يمكن أن أدافع عن شخص دون آخر بقدر ما أدافع عن المؤسسة. المؤسسة يجب أن تتبنى مقاربة حقوقية، وهذا الفيديو المنتشر في حقيقة الأمر لصالح الجمعية، نظرا لأنها منذ سنة 2008 كانت تغطي هذا الخصاص. اليوم في هذه السنة بالضبط، وبسبب إكراهات مادية وأراها ربما رب ضرة نافعة، بسبب إكراهات مادية لم تتمكن الجمعية من أداء تلك العادة التي كانت تقوم بها، وهي توزيع الأدوية وتوزيع الحفاضات حسب القدر، وأيضا القفة الرمادية التي كانت كل سنة توزع من قبل جمعية التواصل والدولة الخاصة. اليوم نحن في مفترق الطرق، يجب أن تتدخل كل المؤسسات العمومية والمنتخبة من أجل أن نناقش وضعية الإعاقة بالمنطقة، لأن على اعتبار أن الجمعية هي الوحيدة التي تشتغل الآن وفق منظومة يقال أو ربما يمكن أن نسميها أنها شبه مؤسساتي على اعتبار حجم الخدمات التي تقدمها الجمعية. الجمعية لديها أزيد من 34 إطار، صدقوني ما يزيد عن 162 مليون أو ما يزيد عن ذلك هي القيمة فقط الموارد البشرية التي تغطي خدمات الأطفال ذوي الإعاقة. بدون أن ننكر أن ننسى أن هناك خدمات النقل للولوج إلى خدمات شبه الطبية خاصة التروي الطبي، هناك تمدرس، هناك الخدمات شبه الطبية إلى غير ذلك. طبعا هناك شركاء لا ننكر، مثلا مؤسسة التعاون الوطني تغطي حجم كبير في الموارد البشرية خاصة على مستوى التكفل بتمدرس أطفال ذوي الإعاقة. ولكن إذا ما قلنا أننا نشتغل عبر المشاريع، كل مشروع لديه شروط تنفيذ ولديه مكونات الصرف، وبالتالي لا يحق الجمعية أن تصرف المداخيل التي تدخل في إطار مشروع ما خارج مكونات الصرف. وبالتالي ما يمكن أن أقول في ختام هذا التدخل، معاناة التي شاهدنا في الفيديو من طرف الأمهات هي جزء لا يتجزأ من معاناة العديد من الأمهات والآباء الذين لديهم إعاقات بالبيت. غير باش ما ننساش، بالنسبه للجمعيه تشتغل على جماعتين، جماعه حردو وجماعه شلالات، وتيجيو حتى شي اسر موفوره تعاقه محمديه بن خلف سيدي موسى بن علي تيديروا الترويض، فهمتيني؟ غير ما يمكنش تلبي جميع الطلبات، ما يمكنش تلبي جميع الطلبات. الجمعيه دايره فوق الطاقه ديالها، فوق الطاقه ديالها. هادشي علاش كل شيء عاد باغي من الجمعية، كل شيء باغي من الجمعية فابور، كل شيء حيت الجمعية تدير كل شيء فابور، كل شيء عاد جاي للجمعية، كل شيء الجمعية. ما يمكنش الآباء بني خلف من سيدي موسى بن علي، كل شيء الجمعية جد برا تيجيو من بني خلف تيجيو يديروا الترويض بالمجان، الله يحسن العون، الله يحسن. غير نشير الفيديو، كاين بعض الأمهات تما ما عندهمش علاقة بالجمعية، كاين بعض الأمهات تما أصلاً وحده من خارطه في جمعيه الاباء ديال المعاقين وتتهم في جمعيه التواصل، الاخرى عندها 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 خوها 34 سنه، هذا خاص الدوله اللي تدير ليه خلصه، اش غادي دير ليه جمعيه؟ خاص الدوله اللي تدير ليه خلصه. الثالثه هذيك كانت تدير الترويض الطبي في الجمعيه حبسات ولدها، هي حبسات، شنو نطقوا عليها؟ حنا عينا ما نطقوا عليها، هذا هو اللي هذول حبسات، ما يمكنش لك تعود تدق عليها. اللي يبغى يجي يدير الترويض تيجي يدير الترويض بالمجيان، الجمعيه حل جميع البيبان الاطفال في ولايه عقا، كاع الاطفال في ولايه عقا، لا في حرود لا في شلالات. غير بعض الامهات وبعض الاباء خاصهم يتعاونوا مع الجمعيه، حيت الجمعيه ما يمكنش ليها دير كل شيء. الترويض مثلا حنا عندنا امبيلونس تيتهز الوليدات من البيوت ديالهم للمركز،
ودابا الترويد هادو باغيين دوك المرودين يجيو يديروا الترويد في البيوت ديالهم، ما بقاوش باغيين يجيبوهم للمركز. قد ما تتحل الباب تتحل الباب تتجتهد باش تفك واحد المعاناة، الا وتتلقى تتلقى الناس تعاني من جهه اخرى ثاني. ولكن انتم ما عندكمش باش تشيروا لي لوكوش وكديروا في اخر السنه مثلا راقصه او تجيبوا لهم مغنيين ديال الشطيح. بالنسبه هو الحفل الختامي ما دايرهاش جمعيه التواصل. الحفل الختامي اللي درنا هو باسم الشبكه الجمعيه ذوي الاعاقه المحمديه ديال اعداد ديال الجمعيات اللي يشتغلوا في مجال التمدرس، ماشي في مجال ديال 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 الاعاقه الجسديه، في مجال التمدرس. كاين واحد سبعه ديال الجمعيات اللي يشتغلوا في مجال التمدرس، تجمعنا حنا درنا هذاك الحفل موحد. هذاك حفل تربوي ما عندوش علاقه بالجمعيه، هذاك حفل ديال واحد الشبكه ديال الجمعيات تشتغل في مجال التمدرس. ديروا حفل جمعوا وديروا حفل. الجمعيه ما تيبان لي ما عندهاش دخل. الجمعيه حاجه والشبكه حاجه، الشبكه حاجه والجمعيه حاجه. غير الناس تدخل شعبان مع رمضان، حيت عبد الغني مثلا تيتراس ديك الشبكه راه تيراس الجمعيه. نزيد نوضح لك مزيان، حنا كان عندنا واحد المشروع في اطار الاندراج، دوك سميتو الكراسي الكهربائيه 15 موتور على صعيد عماله المحمديه. 15 موتور على صعيد عماله المحمديه يعني كاينه سته الجماعات اللي كاينه. ناضوا بعض الناس في عين حروده، تعرفوا عبد الغني، عبد الغني كوم كو رئيس جمعيه، انا ما تنطرحش جمعيه، هذاك البروجي اللي خديناه في اطار الاندراج ديال الشبكه الجمعويه ذوي الاعاقه، خديناه باسم الشبكه و15 موتور ما غاديش يمكن غادي تلبي دوك سته الجماعات. واش الجمعيه ما عندهاش موارد مثلا ملي كتدخل؟ كاين الاندراج، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاين التعاون الوطني، كاين جامعه عين حروده. كانوا بعض المحسنين، دابا لاكريز هذا العام هذا كاين لاكريز. اذا ملي معطوك الشركات هذا المدخول ديال هذا ما تقدرش تشري مثلا؟ لا ما يمكنش، حيت تتوقع اتفاقيه شراكه ما بينك وبين واحد القطاع، ما يمكنش لك ديك اتفاقيه الشراكه اللي وقعتي مثلا مع في اطار التعاون الوطني. التعاون الوطني ديك اتفاقيه فيها اهداف ما يمكنش هي انا نخلص به هذوك فلوس ديال الاتفاقيه نخلص بها حتى مساعد. هاد الناس علاش كيعطوك الفلوس اصلا؟ باش تقرب الوليدات، نعلم الوليدات الصنعه. شنو غير اي اتفاقيه عندها اهداف ديالها في اطار الاندراج. اتفاقيه شراكه قبل ما يعطوك الدعم كاين اهداف ديالها، ما يمكنش لك تخرج الاهداف. الا خرجتي الاهداف ديالها غتجيبها في راسك. وفي نظرك هاد الامهات اللي كيبكيو دابا وكيقول لك ما عندناش اللي كوش، على شنو السبب اللي جعلهم انهم يديروا؟ الله يحسن لهم، هي غير هي راه كاين امهات اخرين في حاجه ما سهله. هذوك الامهات اللي داروا فيديو، هذوك الامهات اللي داروا فيديو راه تنعرفهم، كاين اللي بامكانها تشري لي كوش. فهمتني؟ كاين امهات مثلا بحال بولوز عندها ثلاثه المعاقين، بحال صبور اللي كاينه في جامايكا عندها جوج معاقين تمشي تخدم في هاد العيالات. فهمتني؟ كاين واحد السيد في زنقه خمسه في ضوء حجر هو عساس عنده ثلاثه المعاقين. كاين حالات اكثر من دوك الحالات اللي شفتي فيديو. هذوك الحالات ديال الفيديو راه تيبانوا لنا شويه لهذوك الناس اللي هما ما خرجوش كاع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.